المسلمين رحمكم الله ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نذرت sesuatu pemberian.
mudah-mudahan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan membukakan pintu rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersabar dalam menghadapi ujian di dalam kehidupan ini dan menjadikan iman kita semakin kokoh. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلو أخباركم. سورة محمد آية 31. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الذي عبدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سمع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبح بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أهل بيته الطيبين وأصحاب الأكرمين وقربته وزوجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أصحاب المبشرين بالجنة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن طلحة وسعد وأبي بكر وقاص وعبد الرحمن بن عوف وزبيد بن عبد الله بن عوام وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وأهلك الكفرة والمبتليات والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.